ورحمة الله تعالى وبركاته نلتقي في موضوع جديد من مواضيع السنة الرابعة متوسط فرض الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية نبدأ نقرأ التمارين نفهمهم ونروح على الأسئلة التمرين الأول قلنا يتم تبسيط الأغذية تدريجيا على طول الأنبوب الهضمي بواسطة العصارات التي تحتوي على إنزيمات نوعية أنقل الجدول ثم أكمله عطاونا هنا العناصر الغذائية نشاء دسم وسكر الشعير هنا محطة الهضم هنا الانزيم المؤثر وهنا ناتج الهضم قالوا توجد عناصر غذائية لا تهضم حدد هذه العناصر مع التعليل التمرين الثاني قناة تمثل وثيقة واحد جدول مقارنة بين كمية بعض المغذيات في الدم الوارد إلى المعد الدقيق والدم الصادر عنه بعد وجبة هنا يعطونا بعض المغذيات اللي هي جلوكوز احماض امينيه والماء وهنا عطاونا الدم الوارد الى المعده الدقيقه يعني اللي جاي للمعده الدقيق، وهنا الدم الخارج منه الصادر من المعده الدقيق. وهنا يعطونا رسم تخطيطي لبنيه السغابة المعويه واش قارن بين كميه المغذيات في الدم الوارد الى المعده الدقيق والدم الصادر عنه وماذا تستنتج اكتب البيانات المشار اليها بالارقام في الوثيقه 2 بيانات لهنا تعتبر السغابة المعويه سطح تبادل بين وسطين حدد وظيفة الزغابة المعوية ثم حدد هذين الوسطين بدقة حدد الطريق الذي تسلكه هذه المغذيات الجلوكوز الأحماض الأمينية الماء وصولا إلى القلب التمرين الثالث قالنا لغرض دراسة خصائص الإنزيمات أنجزت التجارب الموضحة في الجدول الآتي اعطونا هنا التركيب التجريبي وهنا الملاحظة المسجلة واش كان في هذا التركيب؟ قالوا التجربة الأولى أنبوب اختبار يحوي مطبوخ النشاء زائد بيبسين يوضع في حمام مائي درجة حرارته 37 وتضاف له قطرات من ماء اليود هنا الملاحظة المسجلة ظهور اللون الأزرق البنفسجي وتجربة اثنين قمنا أنبوب اختبار يحوي مطبوخ النشاء زائد أميلاز لعابي. يوضع في حمام مائي درجة حرارة 37 وتضاف له قطرات من ماء اليود قلنا عدم ظهور اللون الأزرق البنفسجي ونفسر نتيجة كل تجربة استنتج خاصية عمل الإنزيم إن الإجابة النموذجية تاعنا هنا قدام الموضوع هكا باش سهلة الحاجه الاولى قالوا لنا النشاء شاهي محطه الهضم تاع النشاء عندنا اثنين قلنا النشاء يهضم في الفم والمعي الدقيق المعي الدقيق قلت لكم مش راجع الخدمه روحوا شوفوا المراجعه قلت لكم مش عليه الخدمه اي وحده فيها المعي الدقيق صح الفم المعي الدقيق الدوسم الدوسم محطه الهضم قلنا المعي الدقيق وسكر الشعير يعني المالتوز سكر الشعير مالتوز وين في المعي الدقيق صح من بعد الانزيم المؤثر النشا والإنزيم الانزيم المؤثر عليه كاين اثنين عندنا الاميلاز اللعابي اللي موجود في الفم وعندنا الاميلاز البنكرياسي اللي موجود في المعي الدقيق قلنا يتهضم على مرحلتين النشاء يعني اللي يبقى لي ما تهضم في الفم يروح يتهضم في المعي الدقيق فالاميلاز البنكرياسي الدوسوم الدوسوم قلنا ياثر عليها اللي باز والمالتوز قلنا مالتوز مالتاز مالتوز مالتاز باش نحفظها قلنا مالتوز هو نفسه سكر الشعير اللي نحفظ كامل المصطلحات فهنايا ياثر عليه المالتاز صح هنايا شنو ناتج الهضم في النشاء في النشاء قلنا يعطينا مالتوز النشاء يعطيني مالتوز في سكر الشعير هو نفسه سكر الشعير هو نفسه اللي هنا سكر الشعير مالتوز ام بعد المالتوز يجي ياثر عليه المالتاز باش يولي واش باش يولي جلوكوز الجلوكوز هو الجزيئه البسيطه جدا للنشاء صح ود هنا قلنا المعده الدقيقه اللي باس واش النتيجه لهذا قلنا احماض دسمه زائد جليسيرول بعد قالوا توجد عناصر غذائيه لا تهضم قالوا حدد حد هذه العناصر مع التعليل علاش ما تهضمش الحاجه قل الاولى قلنا عندنا الماء والاملاح المعدنيه والفيتامينات لانها عناصر بسيطه اصلا هي عناصر بسيطه تسمى مش محتاجه هضم وعندنا وحده اخرى اللي هي الياف السيلولوز لانها جزيئه ضخمه فلا يوجد انزيم هاضم لها هكا نجاوبوا لانها جزيئه ضخمه لا يوجد انزيم هاضم لها السيلولوز تجي وتروح ما تدخلش عندنا كاع في اللي تعاوننا على الهضم موجوده بزاف يكون يقول لكم وين موجوده موجوده بزاف في الخضار التمرين الثاني واش قالوا لي قالوا لي قارن بين كميه المغذيات في الدم الوارد الى المعد الدقيق والدم الصادر عنه كيفاش نقارن انايا كمية المغذيات المال أحماض الأمينية الجلوكوز في الدم الصادر عن المعي الدقيق شوفوا في الدم الصادر أكبر شوف 2.6 كبير على 0.8 0.8 كبير على 0.4 المقارنة دائما نقول أكبر أصغر أقل أكثر هكا نقول في المقارنة أكبر من كميتها في الدم الوارد إلى المعدة قالوا لنا ماذا تستنتج؟ تنتقل المغذيات الناتجة عن الهضم من تجويف المعدة الدقيق إلى الدم معناتها من الدم من تجويف هنا وتنتقل للدم على بيها الدم الصادر من المعدة الدقيق فيه بزاف جلوكوز فيه بزاف أحماض أمني لأنه تنتقل لبرا صح وهذا ما يعرف بالامتصاص حنا شفنا بالامتصاص المعوي صح من قالوا نكتبوا البيانات واحد هيا هي هنايا قلنا واش هي شعيرات دمويه سنين قلنا خلايا معويه هذه الخلايا المعويه اللي برا ثلاثه وراه ثلاثه ها اللي في الوسط قلنا وعاء المفاوي فقط نقدر نقول وعاء المفاوي بلا ما مركزي اربعه هنايا اربعه هذا قلنا هذا شريان دموي شريان واللي يخرج هو الوريد اللي يخرج وريد ومن يدخل منه شريان اللي يدخل شريان اللي يخرج وارد نحفظها صح ام بعد قلنا شاهي وظيفه الزغابه المعويه على وظيفه الزغاب المعويه هي امتصاص المغذيات كنا الامتصاص المعوي كما تبغوا امتصاص المغذيات قلنا تعتبر سطح تبادل بين واش بين بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي الوسط الخارجي اللي هو تجويف المعده الدقيق والوسط الداخلي اللي هو الدم واللمف الدم واللمف حنا قلنا كاين طريقين كاين طريق دموي وطريق لمفاوي شفناهم ديجا صح بعد قلنا شاهي الطريق الذي تسلكه هذه المغذيات يعني كل من الجلوكوز الاحماض الامينيه والماء الجلوكوز قلنا يروح في الطريق الدموي نحط في راسي انايا بلي جلوكوز هو سكر والسكر انايا كي واحد يكون مريض عنده الانسولين الانسولين تسمى خصو الجلوكوز نحطها هكا في راسي باش نحفظ بلي جلوكوز طريقه دموي الاحماض الامينيه طريقتها دموي تانيك الاحماض الامينيه اما الماء الطريق تاعو في زوج يسحقوا اللنف ويسحقوا الدم فيفوت من الدم ويفوت من اللمف. طريق دموي وطريق لمفاوي نروح للتجربه الثالثه التجربة الثالثة شوفوا نتمعنوا فيها مليح مليح خصني نفهم انا التجارب هنا واش عطاوني مطبوخ نشاء زائد بيبسين وضعناه في حمام مائي يعني درنا الشروط ودرنا ماء اليود ظهور اللون الازرق البنفسجي علاه لانه النشاء مازال كاين في داك الانبوب كنت فكك النشاء ما وليش كاين وبالتالي عدم ظهور اللون الازرق البنفسجي بصح ظهر لي معناته النشاء مازال كاين بصح هنايا داروا لي النشاء مع امينه اللعاب عدم ظهور لون الازرق البنفسجي هذا يدل على انه النشاء اختفى علاه اختفى النشاء لانه تفكك كيف كي تفكك النشاء فهنايا عدم ظهور لون الازرق البنفسجي فهنايا التفسير تفسير دائما نقول لماذا نروح نشوف واش راني نلاحظ نجيب هنايا الملاحظه ونقول لان هكا نفسر فالتجربه واحد نقول ظهور اللون الازرق البنفسجي راجع ولا نقول لان راجع لوجود النشاء الذي لم يتحلل بفعل انزيم البيبسين علاه لانه انزيم البيبسين ما ياثر لي على النشاء في التجربه اثنين عدم ظهور اللون الازرق بنفسجي راجع لاختفاء النشاء وعلى اختفى النشاء الذي تفكك وتفع وتحلل بفعل انزيم الاميلاز اللعابي احنا قلنا الاميلاز اللعابي هو اللي أثر لي على النشاء فهو الانزيم الهاضم له شو الاستنتاج كدرنا بيبسين نشئ متفككس بيدنا اميناس النشاء تفكك معناتها عمل انزيم نوعي ومتخصص هذا هو الاستنتاج تاعي فوالا وهكذا كملنا من الموضوع تاعنا نتمنى تكونوا استفدتوا منه تلقاو في مواضيع اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته